لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بلا شك أن احنا في مفترق طرق بالنسبة لنفسينا، بالنسبة لكل واحدة مننا، وبالنسبة لمجتمعنا ككل. وإحنا في الحقيقة في مفترق طرق كإنسان بيمتحن كل يوم عدة امتحانات، ينجح يجيب امتياز، يجيب جيد يسقط. هقول لكم إحنا امتحاننا كان إيه من أول النهار، من أول ما صحينا. في ناس صحيت قبل الفجر واستغفرت، وبالأسحار هم يستغفرون، وصلوا قيام الليل، وصلوا الوتر، وبعدين سمعوا الأذان ورددوا، وفي نايمين مش حاسين، وبعد الأذان صلوا السنة، وفي ناس ما صلتش السنة، وبعد كده صلوا الفرض، وفي ناس ما صلتش الفرض، وفي ناس فضلت نايمة لغاية إيه؟ لغاية الشمس ما طلعت، وفي صلوا بعد الشمس ما طلعت لما صحيوا، وفي ما صلوش خالص ونزلوا الكلية لما يكون في كلية يعني، ونزلوا الشغل وعادي. الناس ما عندهمش مشكلة، سقطوا في كام امتحان. هقول لكم احنا بنمتحن كل لحظة، روحنا فينا يبقى احنا في امتحان، لان ربنا سبحانه وتعالى جعل الدنيا دار ابتلاء وامتحان. بس هقول لكم ان في مرحلة معينة من العمر، مرحلة الشباب وبداية الإنسان إنه يعقل ويدرك، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في عز الله. شاب تشمل أيضا امرأة أو فتاة. ليه؟ لأن المرحلة دي مرحلة خطيرة جدا وفيها فتن كتيرة، خصوصا ان الفتن عماله تزيد. اخر الزمان، يعني اخر الزمان فاضل كام على الاخره؟ ما نعرفش فاضل قد ايه على يوم القيامه، لكن احنا بالنسبه للي فات اخر، وكل ما تقرب الساعه كل ما تزداد الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان من اشراط الساعه ان تكثر الفتن، وان يقل العلم، وان يكثر الجهل، وأن يكثر الهرج. قال: وما الهرج؟ قال: القتل. القتل. وإحنا شايفين الحاجات دي قدام عينينا بتحصل، إن العلم بيقل، ولذلك بتظهر بدع وتظهر منكرات، ويظهر ناس يتكلموا في الدين وهم ناس بعضهم كفرة وبعضهم منافقين، والناس تقول لهم: يا سلام، ده إيه الحديث الممتع ده على الاستهزاء بآيات الله والتكذيب بما ورد في القرآن، واعتبار ان القرآن ده، ناس يقول لك ده نص تاريخي زي القمني ده مثلا، وناس تانية تتكلم وتقول ان يعني احنا الطعن في السنة والطعن بل في التوحيد. النهاردة فتن الشبهات كتيرة جدا، وفتن الشهوات اكتر منها. فتن الشبهات، من ضمن فتن الشبهات دي قضية الدين الإبراهيمي اللي الناس طالعه فيها، واللي بيقولوا ان الاديان الثلاثه، الاسلام واليهوديه والمسيحيه او النصرانيه يعني، كلها زي بعضها، وكلهم يصلوا سوا مع بعض، ويعملوا معابد مشتركه، ويروحوا في نفس الاماكن ويصلوا بصلواتهم، ويقروا التوراه بتاعتهم زي ما اليهود بيعملوا في المسجد الاقصى. فتنه مساواه الاديان دي من اخطر الفتن اللي الناس ممكن تكفر بها، لان الناس بتعتقد ان من عبد غير الله ما فيش مشكله، واللي كذب الرسول ما فيش مشكله، والعياذ بالله. الاثنين دول يبقوا كفر رايح نقض لا اله الا الله محمد رسول الله. النصارى يعتقدوا ان المسيح هو الله، وربنا قال: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. فلو ان واحد قال وماله، يبقى نصراني يخليه زي ما هو، بس يعمل الصالحات اللي عنده، يعني لما يصلب على نفسه
ويصلب معتقدا ويعتقد ان الصلب ده هو الفداء، تكذيب للقرآن، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. بنقول ان الكلام ده معناه ان انت ما قلتش لا اله الا الله. ولو انتوا قلتم ان تكذيب الرسول، اللي يكذب الرسول برضه هيبقى مؤمن ويخش الجنه، والجنه ليست حكرا على المسلمين، وبلاش تعصب يعني وتطرف في الموضوع ده. الله، انت بتقول كده ان اللي يكذب الرسول ما فيش مشكله. انت كده بتكذب انت ايه ده؟ انت كده ما شهدتش ان محمد رسول الله، لانك بتقول على اللي قال انه كذاب صح برضه، وهو رسول الله صح برضه. يبقى انت شاكك على اقل الاحوال، يبقى انت بتصحح القول ونقيضه. ولذلك بنقول هذا الكلام من اعظم واخطر الفتن الشبهات، ومن اخطر الشبهات اللي موجوده اليومين دول، اللي هي الشبهات بتاعت الحريه، ان احنا احرار، ان لان دي الصراع الحقيقي بيننا وبين الغرب حوالين هذه القضايا، ان هم بيقولوا ان الناس احرار، اللي عايز حاجة يعملها طالما لم يضر الآخرين أو طالما لم يخالف القانون، زي ما الشخص الزنديق ده بيقول أنت حر ما لم تعصي الله، غلط. يقول أنت حر ما لم تخالف القانون. طب القانون مخالف لشرع ربنا في بعض الحاجات. القانون بيقول إن إذا كانت البنت فوق 21 سنة وعشت راجل برضاها ما يبقاش في مشكلة طالما هي مش متجوزة. هذا الكلام اللي يقول عليه ان ده حرية وان انت كده ما فيش مشكلة يبقى خارج من الملة. ها؟ سنوني في الصلاة طبعا. ومش ده اللي أذن الرجل. هتقيمه عمر. طيب ماشي. فبنقول هذا الكلام علشان نقول ان قضية الحرية، حرية الزنا، ان البنت اللي بيبثوها من خلال الفن والأدب ومن خلال قلة الأدب ومن خلال الوسائل الإعلام، كل واحد يطلع حاجة، إن الأب يلاقي بنته معاها بوي فريند ويعرف كده ويطلع كندوم من الشنطة بتاعتها، يقول لها والله لو أنت ده اختيارك أنت حرة خلاص، ما أنا ما عنديش اعتراض. أو وطبعا بقى في الصبيان أكتر، لان عندهم البنت لسه المجتمع بتاعنا قاسي في هذه النقطة. يعني قاسي قسوة محمود، يعني قصدي متمسك في النقطة دي. بس في الصبيان يقول لهم ما ده دول شباب، يعني ما يعملوش، مع ان الشرع عامل اتنين زي بعض. فالموضوع ده بقى فيه مساواة، ان عقوبة الزاني اذا كان محصن الرجم وكذا الزانية، واذا كانوا غير محصنين يعني لم يسبقوا لهم الجماع في زواج، يبقى جلد 100 وجلد 100، الاثنين زي بعض، وتغريب عام وتغريب عام. يعني اقصد ان ده عندنا المجتمع يبص ان ممكن يقتل البنت لو زنت، وممكن تكون لسه هي غير محصنه، وما يقتلش الولد. عندهم مش مشكله الموضوع، نعوذ بالله من ذلك. دي من ضمن المشاكل المتعلقه بفتن الشبهات. وكذلك قضيه الشذوذ وقضية السحاق، شذوذ اللواط والسحاق، الموضوع ده ضاغط جدا لان الغرب بيضغط فيه، عايزين حقوق المثليين، عايزين المرأة تتزوج المرأة والرجل تتزوج المرأة. الكلام ده كفر بواح، ولهذا فتن شبهات. فتنة الشبهات المتعلقة بالتصوف، اللي الناس زي ما قلت لكم في الدرس، اللي بيقولوا ان الرسول بيدبر الاكوان. ربنا قال ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. يعني ربنا بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم اسألهم هيقولوا إن ربنا بيدبر الأمر. الله، يبقى الناس المشركين في زماننا اللي بيقولوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيدبر الأكوان وإن علي بن أبي طالب بيدبر الأكوان، شركهم أشد من شرك المشركين. واللي بيقولهم ان احنا نطلب منهم، واللي يقولك ان الجفري بيقول ان الولي يقدر يخلق في بطن المرأة طفل يقول بإذن الله. يبقى لما واحد واحدة ما بتخلفش وتروح للسيد البدوي وتقول له ايه؟ وتقول له اديني عيل يا سيد،
يعني السيد اللي هيرزقها، السيد اللي هيخلق لها في بطنها جنين على مذهبهم الباطل الكفري والعياذ بالله. وهم ده بيقولوا الكلام ده باسم ان ده حب الاولياء. طب ما احنا بنحب الاولياء بس ما بنعبدش الاولياء، ما بنقولش الالهه الاولياء الهه وارباب والعياذ بالله. شبهات خطيره جدا بتخلي الناس، ويقول لك الوهابيه الاغبياء اللي بيقولوا ما ينفعش مدد، ويقول لك ده مدد ده معناها مدد يا سيدي فلان يعني يا رب امدنا. طب ما تقول يا رب امدنا وانت لازم تصدق. وفي الحقيقه اللي بيقول مدد يا سيدي فلان هو ده بيقول يا مدد يا رب، ما تقول مدد يا رب زي احنا انا بقول لك بقول مدد يا رب وما تقولش مدد يا سيدي فلان. لك ده ما بيفهموش في اللغه. ده الحقيقه ان دي عباده لله ودي عباده للمخلوق. صرف الدعاء هو العباده كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. شبهات كتيره نعمل ايه؟ شبهات متعدده، شبهات العلمانيه، شبهات مساواه الاديان، شبهات المخطط اليهودي للسيطرة على المنطقة اللي الناس بدأوا يحبوا اليهود ويقول لك يا سلام دول إخواننا وحبايبنا. واحد بحريني للغطرة الحمراء رايح يصلي في المسجد الأقصى بعد ما خد تأشيرة بعد الاعتراف البحرين بإسرائيل وعلاقات الدبلوماسية، يقول الحمد لله الذي من علي بالصلاة في المسجد الأقصى بجواري إخواني وأحباب اليهود. اليهود بقى اخوانه واحبابه. شوفوا الشعوب نفسها بيحصل عليها ضغوط جامده جدا، صبيان وبنات، رجال ونساء. بنتكلم ان المرحله دي اللي انتوا فيها مرحله الشباب مرحله مفترق طرق. ولذلك وانا قلت لكم عموما ان احنا في مفترق طرق كل يوم لان احنا ممتحنين، بس لابد ان احنا نتحصن من الشبهات. ازاي؟ بالعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مؤمن. أيوة مؤمنة، لأن لازم نتعلم. ما ينفعش إن احنا نبقى بناخد طياري كده، ناخد مسألة من هنا ومسألة من هنا وتفسير آية من هنا وتفسير حديث من هنا من غير ما يكون عندنا خطة وبرنامج في حياتنا عموما. إن كل آية من آيات القرآن نكون عارفينها تفسيرها وأحكامها وما فيها، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة. يعني عايز أسأل كده سؤال، كام أخت منكم قرت البخاري أو مسلم أو سمعته؟ طب دول كام سنكم بقى؟ كام بقى؟ فوق الأربعين. دول بنات ما شاء الله خدوا البخاري ومسلم او مسلم، يعني ايهما؟ لا هو مسلم كان مع حضرتك. طب ماشي، ما يرفع ايدي. ماشي انت لسه ما احنا عارفين السكه ان شاء الله، في السكه ان شاء الله. فاحنا بنقول احنا الامر ده شايفين النسبه قد ايه هتطلع 1%، يعني 99%. انتوا مثلا 300 واحده ولا 400 واحده؟ 400. اللي رفعوا ايديهم ما يجوش 6 ويطلعوا بعضهم لسه ايه؟ ده انا بقول احنا عايزين ناخد مسلم وناخد شرحه، ناخد البخاري وناخد شرحه. فاحنا بنقول الكلام ده علشان وناخد التفسير. على فكره الكلام ده مش هيجي الا ان كل يوم ولو ربع ساعه. يعني ناخد نص ساعه، احنا عندنا تلت ساعه تفسير بعد الفجر. الساعه 6 وكام؟ وتلت على الزوم. ناخد احنا بناخد كل يوم ايه، ايتين. ساعات ناخد الآية في كذا يوم، فبحيث ان احنا نتعلم كلام ربنا ونتعلم زي ما الصحابة فهموه والتابعين وتابعيهم واهل العلم الكبار زي ابن جرير وابن كثير. فانا بقول لازم نتعلم علشان نقدر نقاوم فتن الشبهات. عشان نقاوم فتن الشبهات لازم نتعلم العقيدة، لازم نتعلم الفقه. انا عارف ان عندكم درس فقه كمان شوية مش كده؟ لسه ما بدأش. لان احنا محتاجين جدا نتعلم الحلال والحرام والعبادات كيف نؤديها. وفي حاجات كتيره جدا الناس مش متعلمها. يعني انا كنت بتكلم ان جالي اسئله ان واحده عندها 60 سنه هي وجوزها ما كانوش يعرفوا ان الجماع يفطر في رمضان، وما يعرفوش ان الغسل واجب بعد الجماع،
وجات عرفت دلوقتي عندها 60 سنة وجوزها مات، بتقول اعملي ايه؟ هي عليها عن كل يوم في رمضان هي وعن جوزها صيام شهرين متتابعين او اعتاق 60 مسكين طبعا لعدم وجود الرقبة. تخيلوا كده ان الامر ده كده اطعام انا قلت ايه؟ اطعام 60 مسكين او عتق رقبة او صيام شهرين او اطعام 60 مسكين. يبقى هنقول طب هتعمل ايه؟ معاش فلوس شغلانة، اقول لها لما ربنا يسهل لك. بس تخيلوا عيق. طب انا هحاسبهم ازاي؟ طب والصلوات اللي كنت بصليها؟ طب تعمل ايه؟ ده شغلانة صعبة نتيجة انها ما تعلمتش مسألة. بيقول لك ده فقه الحيض والنفاس، ما محتاجة تتعلم يعني ايه فقه الحيض والنفاس، فقه الجنابة، دي حاجات ضرورية ان هم مش التزمت بعد كبر. طب انا بقول يا رب في ابائنا وامهاتنا، لانهم قعدوا على فكرة قعدوا مثلا بتاع 40 سنة من عمرهم مش محجبات. الحجاب بدأ امتى؟ الحجاب بدأ انتشاره يعني انا فاكر كده مثلا سنة 73 كانت اللي هي مبينة نص شعرها ولابسة شرب على راسها ومن تحت لسه رجليها باينة، دي يتخانقوا معاها خناق اختي الله يرحمها كانت في كلية الطب، الاقيها راجعة معيطة من الامتحان، ايه جاوبتي وحش؟ لا ما سألونيش في الامتحان اصلا. يقول لها ايه اللي انت عاملاه في نفسي ده؟ هو انت محجبة ليه؟ تخيلوا الوضع ده كده، لان هي ما كانش في حد حاطط على راسه حاجه خالص في الكليه كلها الا اتنين، هي واحده صاحبتها، فكانوا يعقدوهم في عيشتهم عشان حاطين ايه؟ حاطين اشارب بايظ، ويقولوا انت محجبه، هي مش محجبه في الحقيقه. زي البنات الكتير، الاقي بنات عاملين عمايل صعبه، انا منعت ان انا لما الاقي واحده متبرجه اقول ايه؟ وانا معدي كده ما اعرفش ولا اقول الحجاب. الحجاب فرض، الحجاب اي حاجه. المهم بلاقي بنات يعني لابسين لبس مغطيه شعرها فيما يبدو طبعا نصه باين، اقول لها الحجاب، لابسه بنطلون ضيق جدا فظيع، يعني خلاص الاعضاء هتبان، حرام ان احنا ايه نقول ان ده حجاب. المهم فتن الشبهات علاجها العلم، فتن الشهوات، الشهوات دي بقى مفتوحه على الاخر في كل المجالات، فتن شهوة المال، شهوة الجنس، شهوة الشهرة، شهوة ال 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 الجاه والمنزلة. ها؟ فيسبوك ده مجمع مجمع الشهوات ومجمع الشبهات كمان، ما هو في شبهات الحاد وفي شبهات تنصير، وفي بتيجي منين؟ من المواقع ده، تبقى بنت صغيرة لسه في أولى ثانوي وبعدين خدوها ما 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 بتاع مقر التنصير، ولولا ان ربنا ستر وبلغوا الامن لغايه ما الامن وصل لهم والحمد لله انها رجعت لاهلها. انا بقول لكم ليه؟ اتعرفت من ايه؟ من خلال فيسبوك ووصلت للكلام ده. فاحنا بنقول الشهوات دي ازاي نقاومها؟ ازاي البنت تقاوم انها الولد اللي بيعاكسها او عايز يمشي معاها او بيكلمها على الفيس وعايز يتواعد معاها او على التيك توك والبنات اللي بيصوروا نفسهم في اوضه النوم عشان ياخدوا فلوس وعلشان يبقى فيه يعني علاقات محرمه، البنات اللي متعلقات بالفرق الكوريه البي تي اس. انا على فكره يعني انا جت كلمه كده لقيت حد بعت لي بيقول لي هو ايه موضوع الفرق الكوريه ده، هو حرام ولا ايه؟ يا ده المخنثات، مخنثين قصدي، وهم لو قلت مخنثات ما فيش مشكله برضه يعني ان هم اصلا كده. وبعدين ازاي المراه المسلمه اللي من ساعه بلوغها حرام انها تبص على وجه الرجال الحسان الوجوه، فضلا ما تكون بتتعلم من كده. انا في بنت قريبتنا في 5 ابتدائي و6 ابتدائي ابوها رجع من السفر لقى على تليفونها متخانقوا هو مع بعض مع مراته عشان الموضوع ده، فكانوا جايين عشان نصلح بينهم والحمد لله، بس بيقول لي يرضيك ان الاقي على تليفون البنت 7200 صورة للفرق الكورية؟ 7200 اتخانق معاها عشان يوصلهم ل 300. انا بقول لكم بس ايه، ان احنا فعلا في ازمة جامدة جدا من الشهوات. الشهوات دي علاجها ايه؟
علاجها احنا زي ما قلنا كده، احنا الجسد اصله فين؟ من الارض، واحنا محتاجين نرتفع بالروح، وهي بعد كده هتكون سبب لرفعة الجسد يوم القيامة. بس الروح هتقرب من ربنا بالقرآن، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض. يبقى اتباع الشهوات بيجذبنا للارض، يبقى اللي هيخلينا نرتفع القرآن، اللي هيخلينا نرتفع الصلاة، اللي هيخلينا نرتفع الصيام، اللي هيخلينا نقدر نقاوم الشهوات دي، العبادة. العبادة بذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كل ركعة وكل سجدة وكل يوم نصومه وكل سورة نقراها وكل جزء نقراه من القرآن وكل ختمة نختمها وكل مال نتصدق به وكل حج وعمرة لمن تيسر له ذلك وكل أذكار الصباح والمساء. ما بقاش الصبح كده سهرانة طول الليل وبعدين آجي قبل الفجر والشيطان يضحك علي وخلينا ننام. لا، لازم نحافظ على الصلاة في وقتها. ما صليش الفجر بعد شروق الشمس أبدا، تبقى مصيبة أعظم من الدنيا وما فيها، أعظم من الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة فقد وتر فكأنما وتر أهله وماله، يعني فقد أهله وماله كلهم. فما جيش بعد الصلاة يقول لا أنا عايز أنام أنام أو 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 والشيطان يخليني ما أقولش الأذكار. لا، خلينا نقول الأذكار. ما مسكش التليفون قبل ما أقول الأذكار، أقعد أفر الصفحات الفيس والواتس والحاجات دي، يوم يضيع علي وقت الأذكار. لابد إن احنا نجتهد في ان احنا العبادة، وبعدين عشان نصلح المجتمع اللي حوالينا اللي هيساعدنا احنا على الالتزام. يعني احنا لو لقينا يعني بيئة صالحة، صحبة صالحة، احنا بنتثبت. انا عشان كده بقول اهم حاجة للشاب والفتاة ان هم يلاقوا بيئة حاضنة من الالتزام، يقربوا من حد ملتزم واصدقاء ملتزمين وملتزمات. بالتالي بنقول الدعوة إلى الله عشان تكوين الحاضنة دي، عشان نصلح المجتمع ده، عشان إحنا وعشان ولادنا اللي بعد كده اللي لسه مبوش إن شاء الله، وعلشان عموم المجتمع، عشان أسرنا كلها ونجاتنا كلنا. لذلك الدعوة إلى الله. أنا عارف إن أنتم مش متاح ليكم إلا الدعوة الفردية وإلا اللقاءات اللي إحنا بنعملها دي، حاجة مجمعة، بس لازم نجتهد فيها. لازم نكلم الناس، نكلم البنات طبعا، الناس اللي هم اقصد زميلاتكم وصديقاتكم سواء مباشر وده الاهم او على صفحات التواصل الاجتماعي، بس تكون كلها منضبطة بالمنهج الصحيح.